يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة. وذي مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات غدا، نبدأها من القاهرة العظمى 16، الصغرى 10، الإسكندرية 16-11، مطروح 16-11، وبورسعيد 18-10، الإسماعيلية 16-11، نذهب بعدها أيضا إلى السويس العظمى 17 والصغرى 11، العريش 18-9، طابة 21-8، شرم الشيخ 22-15، والغردقة 22-14، أيضا الأقصر العظمى 22، الصغرى 10، أسوان 22-11، الوادي الجديد 25-34-36-13، وأخيرا حلايب العظمى 25 والصغرى 14. أما مشاهدين عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.